التجربة دراسة التوهين الحاصل للأشعة السينية الجزء الأول تأثير السمك. عند الحديث عن توهين الأشعة السينية فإننا نعني بذلك النقصان الحاصل في شدة الأشعة عندما تمر خلال مادة ما. إن التوهين يحصل لسببين هما الاستطارة والامتصاص. تختلف ظاهرة الاستطارة عن الامتصاص من حيث المبدأ الفيزيائي. إن استطارة فوتونات الأشعة السينية بسبب ذرات الوسط يسبب تغير في اتجاه بعض الإشعاعات بالمقارنة مع اتجاه الأشعة الصادقة، مما يؤدي إلى نقصان في شدة الأشعة المارة، ويمكن أن تكون الاستطارة مرنة أو غير مرنة، تؤدي إلى نقصان في الطاقة أو إزاحة للطول الموجي. أما في عملية الامتصاص، فإن طاقة فوتونات الأشعة السينية تنتقل إلى ذرات أو جزيئات المادة التي تمر خلالها الأشعة السينية كطاقة تهيج أو تأنيون. إذا كانت R0 تمثل شدة الأشعة السينية قبل سقوطها على الوسط، وكانت R تمثل شدة الأشعة السينية بعد خروجها من الوسط، وكما مبين في الشكل أدنى، فإن العلاقة بينهما تعطى بالمعادلة R تساوي R0 exponential minus mu x، حيث ميو هو معامل التوهين الخطي وإكس يمثل سمك المادة. ويمكن حساب النفاذية transmission T لذلك الوسط بالعلاقة T تساوي R over R0. إن أي زيادة في السمك بمقدار DX تتسبب في نقصان بالنفاذية بمقدار DT، وحسب العلاقة minus dt over t تساوي mu في dx. وبتكامل هذه المعادلة عندما t تساوي 1 و x تساوي 0 فإننا نحصل على العلاقة t تساوي exponential minus mu x or ln t تساوي minus mu x، وهذه العلاقة يطلق عليها قانون لامبرت-بير. الأجهزة المستخدمة: يستخدم في هذه التجربة جهاز توليد الأشعة السينية ونموذج مكون من شرائح من الألمنيوم مختلفة بالسمك مرتبة بحيث تفصل بينها زاوية مقدارها 10 درجات. يحتوي النموذج على فراغ لا يحتوي أي شريحة، وذلك لقياس شدة الأشعة الساقطة بدون أي وسط. يثبت النموذج في حامل النموذج. تجربة جهاز توليد الأشعة السينية: نموذج مكون من شرائح من الألمنيوم بأسماك مختلفة يحتوي على فتحة، يثبت في حامل النموذج، ونستخدم فلتر زرغونيوم للحصول على طول موجي واحد. نقوم بالتأكد من غلق الجهاز. نقوم بإعداد الجهاز من خلال تغيير الفولتية إلى 25 كيلو فولت، نقوم بتغيير التيار إلى 0.1 ملي أمبير، نثبت الزمن على 30 ثانية وهو زمن حساب معدل العد. دلتا بيتا في هذه التجربة يجب أن تكون قيمتها 0. نضغط على تارجت ثم نضغط على تشغيل وسكان. تمثل القراءة الأولى القراءة الصفرية R0 بدون وجود أي شريحة. بعد انتهاء 30 ثانية نضغط على Replay لعرض معدل العد. لوضع الشريحة الأولى نقوم بالضغط على Target وتغيير الزاوية إلى 10 درجات، حيث أن كل شريحة تبعد عن الشريحة الثانية بمقدار 10 درجات.
ثم نضغط على سكان مرة ثانية. وفي كل مرة لوضع شريحة جديدة نقوم بالضغط على تارجت وتغيير زاوية الشريحة بزيادتها بمقدار 10 درجات وصولا إلى الشريحة الأخيرة. نضغط على ريبلاي ونسجل مقدار العدد. في حالة تغيير الشريحة نقوم بوضع الشريحة مثلا الأخيرة بهالشكل وصولا إلى الزاوية 60 درجة وهي زاوية الشريحة الأخيرة. ونضغط على سكان. ونضغط على البلاي لتسجيل معدل العد، ثم نقوم بترتيب القراءات حسب الجدول المرفق مع التجربة. بعد الانتهاء من إجراء التجربة وتسجيل القراءات حسب الجدول المبين أدناه، نقوم بإيجاد كل من النفاذية T حيث T تساوي R over R naught. R naught تمثل قيمة الشدة الابتدائية في حالة عدم وجود أي شريحة، D تساوي 0. وكذلك نقوم بإيجاد لين T. نقوم برسم العلاقة بين السمك D على المحور السيني والنفاذية T على المحور الصادي. كذلك نقوم برسم العلاقة بين السمك D على المحور السيني ولين T على المحور الصادي، ثم نستخرج ميل الخط المستقيم. نجد معامل التوهين الخطي للألمنيوم بوحدة السنتيمتر إنفيرس، حيث أن معامل التوهين الخطي يساوي ماينس سلوب. يبين الشكل التالي رسم توضيحي للعلاقة بين السمك ولين النفاذية لين تي، حيث تكون العلاقة بينهما خط مستقيم. نقوم بإيجاد الميل، ثم نجد معامل التوهين الخطي ميو والذي يساوي ماينس سلوب. ملاحظة: يفضل أن تكون الحسابات على نفس ورقة الرسم البياني. يمكن الاستفادة من الأسئلة التالية في إجراء المناقشة للتجربة.